السلام عليكم. الجزائر من بلد مستورد للبنزين إلى بلد مصدر للبنزين في غضون يعني السنة المقبلة، هذا تأكو يعني تقديرات نتاع المسؤولين في قطاع المحروقات في الجزائر، وذلك بسبب زوج عوامل حصلت في السنين القليلة الماضية. العامل الأول هو أنه شركة سوناتراك اشترت مصفات نتاع أوغستا التي تقع بالتراب الإيطالي في سيسيليا، ورغم أنه القضية تاع الاستحواذ على أو شراء المصفات نتاع أوغستا من طرف سوناتراك في العهدة نتاع مديرها العام ولد قدور كانت فيها شابتها عدة أمور غير قانونية، فيها عدة رشاوي بسبب بها، الآن مديرها ولد قدور يقبع في السجن، إلا أنه سنتين بعد ما شرائها من طرف سوناتراك عرفت المصفات تاع أوغستا بإيطاليا عدة عمليات تاع إعادة الهيكلة ريستركتيراسيون وتصفيتها يعني الوضعية المالية نتاعها بفضل استثمارات شركة سوناتراك في هذه المصفات. حوالي 4 مليارات دولار تم ضخوها في هذه المصفات ما بين يعني السعر نتاع الشراء وكذلك الاستثمارات نتاع يعني نتاع إعادة الهيكلة وإعادة تأهيلها. الآن أصبحت في 2021 أصبحت واحدة من أكبر يعني المنشآت المنتجة للمواد تاع البنزين تسمى تاع السيارات يعني والطائرات يعني كل أنواع البنزين، حيث أن وصل إنتاجها في السنة هذه إلى 12 مليون طن من المواد البنزين يعني المواد الطاقوية نتاع إذن من هذه المنشأة نتاع أوغستا التي اشترتها سوناتراك. بالإضافة إلى هذا، العامل الثاني هو توسعة المصفات نتاع سيدي رزين بالجزائر العاصمة، واللي أصبحت يعني القوة الإنتاجية تاع المصفات هذه إلى 5 مليون طن سنويا. وللعلم أنه الجزائر كانت تنتج من قبل 3 إلى 4 مليون طن من البنزين في مصفاتها بسكيكدا وكذلك بالمصفات نتاع أرزيو، وكانت هذه النسبة تاع 3 أو 4 مليون طن من البنزين كانت تمثل حوالي 30% من نسبة نتاع الاستهلاك وتاع الإنتاج في الجزائر، والباقية 70% كان يستورد من دول أوروبا خاصة من فرنسا. إذن أما الآن انقلبت الآية وأصبحت الجزائر بفضل توسعة إذن مصفات سيدي رزين واقتناء مصفات أوغستا الإيطالية، ارتفع الإنتاج نتاع المواد الطاقوية من البنزين وكذلك الكيروزان وكل أنواع تاع البنزين، ارتفعت الطاقة الإنتاجية للجزائر إلى 20 مليون طن سنويا من هذه المواد. بالإضافة إلى هذا، فيه عدة استثمارات أخرى في يعني في صناعة وإنتاج المحتويات المحتوى يعني لي كونتينر نتاع هذه المواد، كما نسموها حنا البتاتة البتية تاع الحديدية هذه، وكل يعني الوسائل لنقل و يعني تخزين المواد البنزينية، يسمعتان في استثمارات في هذا الميدان باش تكون صناعة والإنتاج تاع البنزين والوقود تاع المحركات يكون يعني صناعة متكاملة بكل جوانبها. إضافة إلى هذا، تعرف هذه السنة انطلاق إنتاج أول شركة جزائرية تابعة للخواص بترو باراكا التي تقع مقرها في بسكرة في إنتاج الشحوم
المحركات والسيارات والشاحنات. إذن إنتاج هذه الشحوم والزيوت في هذه الشركة بترو باركة ببسكرة، واللي هذا سوف ينضاف إلى الصناعة تاع الوقود في الجزائر. إذن بهذا بفضل هذه الاستثمارات الكبيرة في سيدي رزين وفي أوغستا بسيسيليا، سمحت للجزائر بأن نتصدر إنتاج البنزين في إفريقيا، وأن تكون لنا يعني أسواق نحو الخارج في تصدير البنزين، يعني مادة استراتيجية ومادة هامة جدا في يعني كطاقة تزود المحركات، سواء السيارات ولا الشاحنات ولا الطائرات ولا كل المحركات بجميع أنواعها، حتى في المنافع في بعض المصانع تستعمل المواد هذه. إذن هنيئا للجزائر بهذا التحول الكبير من بلد مستورد للبنزين إلى بلد منتج له، وكذلك فيه خطوات كبيرة جدا لجعل هذه المصانع وهذه يعني الوسائل الإنتاجية جعلها كصديقة للبيئة. ولكن الخطوة الأولى هي تم تحديث وذلك من شروط الاقتناء تاع المصفى تاع أوغستا بإيطاليا، كانت شروط وضعتها الساكنة في المنطقة تاع يعني الساكنة في المنطقة تاع المصفى هذه يعني تحديث وسائل الإنتاج ولكي تصبح صديقة للبيئة. وكذلك تم تطبيق كل هذه المعايير البيئية في التحديث انت محطة يعني تصفية يعني تكرير البنزين تكرير المحروقات بسيدي رزين في شرق الجزائر العاصمة. إذن هنيئا لنا بهذا التحول الكبير البيئي والإنتاجي يعني الطاقوي اللي سوف أكيد سيزيد من قدرة في الجزائر الطاقوية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.